السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة موريتانيا في البرازيل أو رقم السفارة الموريتانية في البرازيل. رقم التليفون هو 00-55-61-37-97-5-4-3-7. يبقى تاني، رقم سفارة موريتانيا في البرازيل أو رقم السفارة الموريتانية في البرازيل 00-55-61-37-97-54-37. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.